فهمتي الماركتينغ فلوس فيفا كيهمها غير الفلوس ما كيهمهاش الفوتبول وحنا اللي كيهم ونتمنى من الجميع تخليرونا راه ما نوقعوش في واحد الغلط اللي درناها افون توقعاتكم مقابلة سبلين؟ توقعات ان شاء الله ايجابية، الواحد خصو يفكر بوزيتيف شوية، وان شاء الله غنربحو اسبانيول وعلاش لا ان شاء الله. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير، ان شاء الله غادي نربحوهم، ان شاء الله يفرحوا بلادنا، تحية للمغرب. مان بيتال أحرى، بحال تندابزو، بعيدين هاك، كنزيد خطوة. مان بيتال أحرى. اسبانيا اللي غادي نقولوا اللي غادي يكون واضح اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الماتش هذا اللي يكون عندنا اليوم، بأن المغرب ما غاديش يكون لقمة سائغة عن اسبانيا، وغادي حتى إذا ما ربحناش غادي نعذبوهم، هذه هي الكلمة اللي غادي نقولها، وتنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي عندنا في هذا الماتش هذا اليوم، وحنا تنساندوا المنتخب المغربي في جميع الأحوال ديالو، يعني وخا نهزمنا في الماتش الأولاني والثاني ولكن غنساندوه في تنقولوا في السراء والضراء، وبالتوفيق إن شاء الله في هذا الماتش هذا. ديكم مقابله غدا ان شاء الله تنظن زعما نكونوا واقعيين قد نهزموا صراحه الله غير هو تنتمنى ما تكونش بحال زعما تونس شي مهم حنا دائما ما تكونش مزاره والله ولكن ما يكونش ان شاء الله المهم حنا يديروا اللي عليهم واللي جاب الله هو واش تحسوا بان اللاعبين المنتخب اللي غيدخلوا يعني انهم باغيين الانتصار واخا ما تخسروا دابا خير القرينه في الميديا واللي سمعنا على حساب اللعابه كلهم باغيين باش يفرحوا هاد الجمعه باسكو لو جوز اللي دار معاهم لي سبورتير اللي داروا معاهم في ماتش الخارج ديال البرتغال كانت هزيمه والجمهور عرف ان كاين مستوى مزيان وزاد شجعهم وهنا عطاه حافز حنا غدا شنو نبينوا لهم بينوا لهم حنا معاكم في كاميرون جونفي دونك جونفي كاميرون حنا جايين سلاش الحفله انا كنظن انه الا شافوا الجماهير غدا في التيران هذا جو بونس كلشي كنبغي يتفرج في لي ماتش بثلاثه بهم وبزاف الناس دابا ما سمحوش واخا خسر المغرب والتقسى بقاو جاوا لكالينينغراد ونتفرجوا في هذا عرس كروي الماتش الاخراني كونتر فرقه عالميه فيها اللعابه العالميين جو بونس المغاربه يسمعوا لي من ناسيونال في التيران وغادي يلعبوا احسن من البرتغال ونخرجوا بواحد النتيجه مشرفه شنو غتوجدوا غدا في الاحتجاج على الفيفا نهزوا فاتي بيدين كما كيديروا في اسبانيا واللي داير شي بونكارت ونبينوا على الغضب ديالنا بطريقه حضاريه نقول لهم انا راه هادشي هادشي ماشي واقعي كاع الماتشات فيهم الفار وحنايا ثلاثه ديال اكثر من ثلاثه ديال الفرص اللي ما داروش فيها الفار كاين ان مشكل كان مشكل صراحه حتى الدقيقه 70 من البدايه ما موندغ دي شوز هو انه يديروا اوما واحد المره بيسكو هذيك لا سوليسيون دارت وخسروا عليها الفلوس دونك هو يعني ديك لاباريس كانت خاسره من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 70 وهي خاسره اكتشفوها في الدقيقه 70 بانها خاسره علاش ما حلوش مشكل بين الشوطين ما عرفنا واخا غدا غتجيو لابسين بنات كحل كلشي غيجي لابس بنات كحل باغ كونتخ دي زوطر ايكيب فتحوا لهم المجال لي فيديو ما عرفناش واش راهم يحقروا لافريك ولا راهم يحقروا العرض ولا راهم يحقروا المغرب من تلعب مزيان سي با لعبوا مليح لعبوا مزيان الحمد لله وحنا نجيو دائما المغرب ودائما المغرب وفيف لي جوار تاع المغرب لعبوا مزيان وبرافو برافو ان كرون برافو بور تو لي جوار وكرون برافو بور مرابط ان شاء الله الربح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي غادي نربحوا في الماتش تلقنا معاهم شحال من ديال الناس كي مع الناس ديال روسيا ديال كندا اللي تلقنا معاهم كدوي معاهم يوك روسيا راكم مظلومين فيها هاد الهضره ماشي ديالنا بوحدنا اللي دويت معاه بالخصوص ماتش البرتغال وحاجه وحده اللي ماتش البرتغال دعنا فيه دعنا في مازال ايران كتاب الله ذاك البيت ماشي من صالحهم المغرب الدوز ما باغين البرتغال وسبليون لحقاش فهمتي الماركتينغ فلوس فيفا كيهمها غير الفلوس ما كيهمهاش الفوتبول وحنا اللي كيهمنا في هذا المونديال كامل هو انه المغاربه كاع تجمعوا جاوا من العالم كامل واحد الروح الوطنيه عاليه ما عمرنا صراحه ما شفت هذا الشيء جيت من فرنسا ما كنتش كنتوقع الناس كاينين جايين من امريكا على ود ماتش واحد واحد الروح وطنيه ديال المغاربه بيناتهم ومتعاونين
وفوالا هذه هي احسن حاجه صراحه. الحاجه اللي نبغوا نقولوا دابا اللي عطى الله عطاه صافي المباراه مشات. حنا بغينا دابا نقدموا واحد المباراه كبيره ضد اسبانيا ونبينوا للعالم كامل باننا راه فريق قوي وتظلمنا ضد البرتغال وهذا الشيء اللي كنتمنوا من عند الله سبحانه وتعالى. شكرا للمغرب. ميم نخسروا مع الاسبان سي با غراف سي با غراف ليسونسيال لعبنا قدمنا كره جميله وعطينا درس للعالم كامل باللي المغرب يبقى توجور عنده تاريخ في الكره ديالو. عندنا جواره وباقي جواره ان شاء الله وكاين في لو فيتير ان شاء الله كاين الخير ان شاء الله ونتمنى من الجميع تخلي رونار راه ما نوقعوش في واحد الغلط اللي درناها افون رونار اوني افيك لوي. انا تلاقيتو في مراكش وقلتها له وجلو كندير فيه كونفيونس بزاف وخاص الجميع دير فيه كونفيونس وخاص لي زونسيان جوار جا تحية خاصة لأنه خدام جمهور المغرب جمهور المغرب بدل لنا الجميع بدل الكرة في المغرب كنشكرو القجع ميرسي ميرسي خاصنا واحد سيل فوبلي خاصنا واحد العشرة بحال القجع صراحة والله خاصنا واحد العشرة ميرسي بوكو القجع ميرسي بوكو الله عليك برافو القجع والله برافو غراس توا غراس توا ليكيب ناسيونال والله ناسيونال القجع كمل غراس توا ليكيب ناسيونال راه هنا في روسيا ميرسي بوكو القجع اون اوتر فوا Vamos Marruecos, en esta miramos ya, ¡Spasiba Russia! ¡Spasiba Russia! ¡Spasiba Russia! ان شاء الله ان شاء الله التعادل ان شاء الله مباركه لا لا والانتصار صاحبي والانتصار بيتو ان شاء الله بغينا بغينا يا ضيعنا وقتنا بزاف باش جينا لهنايا ان شاء الله الرباح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما كنش بالله كنا تعادلنا في الماتش اللي قبل ولا تعادلنا واخا التعادلات كون حتلينا هاد مروك اوكي Bah, on aimerait bien qu'il marque au moins un but, comme ça bah, on sauvera l'honneur. Et puis même s'il ne marque pas, on est avec les Marocains jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Tu vois tout le peuple là, de partout dans le monde. Et voilà, vive le Maroc, plein d'émotions. Et on a colonisé Kaliningrad. Voilà. هذه تسمى جابها روسية في إطار تبادل الثقافات أي نبدلوا الجنس الألماني خصنا الجنس الروسي دابا هو مع الجنس الألماني ما بدل السلالة صور الكورة الزينة صورة مع الزينة كاتشا توقعات ديالكم مقابله غدا ان شاء الله نتمنوا من الله الخير ان شاء الله نتمنوا المغرب يكون في موعد نتمنوا يلعب لنا واحد المقابله بحال اللي لعب كونتر البرتغال وهذاك هو الربح اللي لعبوا مزيان حنا فرحانين حنا كما قلت لك كما شفنا في ذاك النهار اللي عندنا لعبوا مزيان حنا فرحنا بهم يعني واخا رغم الهزيمه كنا فرحانين بهم صراحه الله يعني ما شحال هذه ما شفنا هذا المستوى هذا الو حنا معاهم حتى الاخر كاع حتى النهايه ما عندناش مشكل كتعرف بان غدا ان شاء الله غادي يكون واحد الاحتجاج رسمي ضد الفيفا واش غتجيو لابسين البندلات كحل في يديكم حتى نتوما حنا نلبسوا اللبسه كلها كحله الا بغاو ماشي مشكل يكونوا متفقين وحنا موجودين كونسيزا ماروكا هذا مهم بزاف احتجاج سلمي اكزاكتومون ما نديروش كاع البندلات نقدروا نكتبوا فاف نوت فار نوت فور افريكا هذه احسن حاجه يمكن يعني الكاميرا الروسيه تشدنا البندات مزيانه البندات مزيانه اوكي سيلونسيو مي سا سيلونسيو فوالا مي دوماج فريمون دوماج ليكيب ديالنا كنا باغيين نشوفوا زعما التروازيام ماتش يكون ديسيزيف بالكاليفيكاسيون مي دوماج ولكن ان شاء الله لا بروشين فوا ندوزو لا دوزيام ان شاء الله حنا عندنا فريق قوي زعما الحمد لله هذا الفريق يمكن يعطي النتيجه ديالتهم بعد واحد سنتين ولا ثلاث سنين لان فريق شاب يلا انت ياخذ تجربه والمنتخب الله تتكون يعني ما مكونش 100% حنا اللي ناقصنا ديك الملحه والبزار في الاخر يعني ناقصنا الفينيسيون هي اللي ناقصانا يعني الهداف لونترينور ما يجريوش عليه خليه لونترينور مزيان فوالا دار من ليكيب زوينه ناقصنا هداف يعني ناقصنا اللمسه الاخيره
هنا عندنا فريق قوي. كلشي كيجي ان شاء الله، كلشي كيجي عندنا. خلي لونترينور يخدم على خاطرو، ما تدخلوش فيه، حيت حنا عندنا داكشي تاع اكوشي يا دووات هذيك شاديرونج. لونترينور خصو يبقى، ما كاينش لعب يعني. لونترينور حنا نتمنوا يبقى عندنا، لان شحال هذه ما جانا بحال هذا لونترينور هذا اللي هو بروفيسيونيل وكيخلق داك يعني داكشي الزوين ما بين اللعابه يعني. نتمنوا من الله يبقى، نتمنوا من الله يبقى، حنا راه معاهم حتى الاخر زعما كيما قلنا. وحنا ما تنكريتيكيو على اي لعاب ولا المدرب يعني، داكشي كان كومبلي. المدرب مزيان، اللعابه مزيانين، يعني تكرفسوا عنا، ولكن ماشي مشكل. الحمد لله ماشي مشكل، ماشي مشكل. الحمد لله. ليسونسيال هو العالم كله كيهضر علينا، كيهضروا على الفرقه اللي لعبات مزيان، كانوا يعني كلشي كيتحسر بانهم خرجوا، ولكن ليسونسيال اننا لعبنا ان بون كاب. هذا هو ليسونسيال، مشاركه كويسه. واللي مهم في هذا المونديال هو الجمهور المغربي، كان رائع، كان رائع. زعما جمهور مغربي ضرب الرقم القياسي، ما ضربوش في فرنسا، ما ضربوش في ألمانيا، ضربوا في روسيا، يعني قارة أخرى، يعني زعما سامو شكر، يعني داكشي واعر بزاف.